مرحبا. بتراثنا السوري وثقافتنا الشعبية أمثال كتير بتحكي عن الولد وشكله وتربيته وأخلاقه وتفكيره، واليوم جمعنا لكم الأمثال السورية يلي بتحكي عن الولاد، شي سمعانين فيه وشي ما لكم سمعانين فيه. بقى خليكن معنا. منبلش مع شكل الولاد. البطن بستان، ومعنات هالمثل إنه الإخوات ممكن يختلفوا بشكلهم ولونهم وصفاتهم وطباعهم، مثل البستان يلي فيه أنواع مختلفة من المزروعات يلي ما بتشبه بعضها. خدوا البنات من كتاف العمات، يعني البنات غالباً بيطلعوا شبه عماتهم، وخاصة بالطول والقامة. تلتين الولد للخال، يعني الولاد غالباً بيشبهوا الإخوال بالشكل والطباع. البنات على 7 وجوه، يعني البنت بتتغير ملامحها كل ما كبرت، مشان هيك ما بينحكم على شكلها وجمالها لبعد البلوغ. طب الجرة على تمها، تطلع البنت لأمها. هذا المثل معروف، يعني البنت بتاخد صفات وطباع أمها. وعن ترباية الولاد بيقولوا: بضرب ابني بيجي بحضني، يعني حتى لو الأم والأب قسيوا على الولد بتضل عاطفته اتجاهه كبيرة، والغرض من الشدة هي الترباية. بدعي على ابني وبكره اللي بيقول آمين، يعني الشدة بترباية الولد مو معناتها انه الاهل ما بيحبوا ابنهم او بيهون عليهم فيه. جوزك على ما عودتي وابنك على ما ربيتي، يعني العادات اللي بتزرعيها بزوجك بتبين، والترباية اللي بتحطيها بابنك كمان بتبين. إذا كان أمك البصل وأبوك التوم، منين بتجيب الريحة الطيبة يا مشؤوم؟ هذا المثل عن سوء ترباية الولد، ومعناه إنه إذا الأب والأم ما ربوا منيح وما كانوا قدوة منيحة للولد، بيطلع الولد سيء الأخلاق والطباع. وعن تأديب الولد وتعليمه بيقولوا: الأدب فضلوا على العلم، والأدب أفضل من النسب، والديك الفصيح من البيضة بيصيح، يعني الولد الشاطر بيبين لحاله وما في داعي حدا يحذر عنه. وعن علاقة البنات والصبيان بالأم والأب بيقولوا: اللي بيسعدها زمانها بتجيب بناتها قبل صبيانها، يعني اللي ولادها الكبار بنات بتكون سعيدة لأنه بيعينوها وبيرافقوها. البنت سر أمها، يلي ماله ولد ماله سند، يعني الولد عزوة وسند أهله. إن كبر ابنك خاوي، يعني وقت يكبر ابنك أعمله رفيقك وصاحبك. يا أم الولد حطي الولد بالجيب، الولد مكسب للكبرة والشيب، يعني الولد بعين أهله عند الكبر. اللي ما عنده بنات ما بيعرفون الناس إمتى مات، وهذا المثل بينقال عن حنية البنات على أهلهم. أما عن الولد اللي ما له منيح لأهله فبيقولوا: قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر. وخصت الأمثال آخر ولد بالولاد بحصة لحاله، قال آخر العنقود سكر معقود، وهذا المثل عن محبة الأب والأم لآخر ولد. وبنفس المعنى بيقولوا: غسالة البطون أحلى منه ما بيكون. وهي مو كل الأمثال الشعبية يلي بتحكي عن الولاد، لسه في غيرها. إذا إجا ببالكم شي مثل ما حكينا عنه شاركونا إياه وذكرونا فيه. سلام. المنقوش معي.